أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكر، تاريخ 4/2/2020. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس هنالك أي أخبار قد تؤثر على حركة الجنيه الاسترليني خلال الفترة الأوروبية أو حتى خلال الفترة الأمريكية. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات أنها لا تزال سلبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. حاليا وصل السعر إلى منطقة الدفاع الأولى عند 1.2939، كسر مستوى 1.2939، يعزز النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستوى 1.29. حاليا التداولات كلياتها تعتبر تداولات تصحيحية للعودة مجددا إلى مستوى 29.90، كسر مستوى 30.5 يلغي النظرة السلبية على الجنيه الاسترليني ويحول النظرة إلى نظرة إيجابية لوصول الأسعار إلى مستوى 30.40، كسر مستوى 30.56 يعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستوى 30.95 تقريبا. كان معكم عصام اسطنبولي في تحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.